احنا من شعوب المعروفة في البحر المتوسط بأكثر استهلاك متاع الحليب. فيه تجارب واستوردنا البقر الحلوب واستردنا هذه في الشمال في الهيضة من آخره، ما وصلناش إلى نتيجة. اليوم مع أصدقائنا قطر أشقائنا رانا باش ننطلق في مزرعة، أول مزرعة في العالم اللي تدير 117,000 هكتار، يعني تجربة نادرة تساوي حوالي استثمار مشترك بيننا وبينهم يساوي حوالي 3.5 مليار دولار باش نولي ننتج الحليب نتاعي، نجفو يعني الحليب الجاف بودر دولي ننتجها في الجنوب وما عاد نستعملها كما نستعمل في المصانع نتاعي تاع إعادة تركيب الحليب والأخير.